انا اعطيتك مسؤوليه يعني كلفتك مش مشرفتك. واحد مسؤول كبير عليك يتدخل قال اعطيني ورقه. هذه التليفونات لازم تكون تعليمه، ما بقاتش اللي كما يقولوا التعليمات بالتليفون. لازم نعرفوا ونحدوا المسؤوليه تاع من. لان لاكت لاكت دو جيستيون يعني السلوك تاع التسيير شكون ياخذ المسؤوليه؟ هو المسير المعني المباشر المسؤول المباشر. إيه؟ وعلاه انت تدخل في الواحد تاعه وما تحاسبه وما تخلق له مشاكل؟ لازم هذه الحكايه تاع التليفونات نحبسوها. حبسوها ونطبقوا القوانين تاع الجمهوريه الجزائريه. اذا بديت مجلس الاداره لازم مجلس الاداره والوزير لازم نحدوا الوظيفه نتاعو والوالي لازم نحدوا الوظيفه نتاعو. هذا امتي بروبليم هكا امتي تقرف هكا نوليو فراجيل. الدوله تولي هكا فراجيل للدرجه هذه ضعيفه. اخذ مسؤوليتك اخذ مسؤوليتك يا استاذ المحترم. حبسوا علينا من التليفونات، حبسوا علينا من التسييس لاك دو جيستيون. فهمت ولا لا؟ لا يا خويا الدوله لازم يكون عندها القانون كما يقول لي بابا الله يرحمه. الله يرحمه الدوله حتى وكي تغلط لان عندها حق تغلط لان القانون من 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 جانبها. عندها القانون عندها القانون. ويقول لي يدها طويله يا حبيبي السيد 14 سنه هو يسير جيت نحيه كومسا واش دار هذا مسكين؟ حتى من با الاعتراف من با الاعتراف. يا با نقول لك حاجه، هذا السيد كون يروح يهضر مع احبابه واصحابه وهو هضرها لي انا وزيد نروح نهضرها ونهضرها ما بقى حتى واحد يروح ياخذ مسؤوليه نتاع الشركه. واللي ياخذ مسؤوليه نتاع الشركه باش يخدم على نفسه ويهلكها.